صدمة أداة ب 25 جنيه ترفع فاتورة المياه ل 200 جنيه. خلي بالك. يتفاجأ عدد كبير من المواطنين بارتفاع قيمة فاتورة المياه دون علم السبب، ويظنون أن هناك يد خفية هي من تلعب في قيم الفواتير أو أن هناك خطأ يحدث يسبب ذلك. ونشرت الصفحة الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بيان هام في هذا الشأن، توضح من خلاله المصادر التي تسبب ارتفاع فاتورة المياه بدون أن يلتفت المواطن للأمر. السر وراء ارتفاع فاتورة المياه. وقالت الصفحة في منشورها: في حاجات كثير بتكون مصدر استهلاك للمياه وكمان بتزود في فاتورتك، وأشارت إلى أن هناك أداة موجودة في كل منزل سعرها يصل ل 25 جنيه لا غير، وممكن أن يكون أقل، لكنها من الممكن أن تتسبب في رفع فاتورة المياه الخاصة بك لتجعل قيمتها 200 جنيه. فما هي هذه الأداة؟ فليس هناك بيت لا يمتلك هذه الأداة، واستعمال السيفون للمرة الواحدة يستهلك مياه قدرها 10 لترات. وعلاوة على ذلك، هناك عدد من السيفونات التي تعمل كما نقول على الفاضي والمليان، حيث تسرب المياه التي تخزنها بشكل مستمر، وذلك لوجود خلل أو عطل بها، فعليك مراجعة الأمر وإحضار سباك لتصليح العطل إذا لزم الأمر، حتى لا تهدر الكثير من المياه. كمية المياه المستهلكة من بعض الأدوات. وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب في منشورها كمية المياه المستهلكة بالمنازل من بعض الأدوات والتي لها تأثير في رفع فاتورة المياه، وجاءت كالآتي: ملء بانيو متر و65 سم يستهلك 395 لتر مياه. استخدام الدش لمدة دقيقة يستهلك 12 لترا من المياه. فتح الحنفية لمدة دقيقة يسحل 6 لترات مياه.